بجد اتحب حضراتكم من جديد ولسه مع اخبارنا المحليه، ونروح لاخبار نادي الزمالك واللي بيدرس نادي الزمالك فكره خروج يوسف اوباما لاعب الفريق للاعاره خلال الفتره المقبله بعد ما تلقى عرضين من الاتفاق السعودي والاهلي القطري. اداره نادي الزمالك بتدرس الموافقه على رحيل اوباما في الموسم المقبل وخروج الاعاره لمده موسم واحد على ان يتم تعديل عقده مع الفريق بالغاء بند حصوله على الاعلى عقدا في مركزه، والقرار ده بسبب تراجع مستوى في الموسم الجاري بشكل كبير جدا والانتقادات الشديدة اللي بيتعرض لها اللاعب. إدارة مجلس إدارة نادي الزمالك كمان قررت إحالة الإيفواري رزاق سيسي إلى التحقيقات عقب جمع متعلقاته كاملة من النادي وتغيبه عن التدريبات بدون إذن، وذلك لتطبيق اللائحة عليه. قلنا الكلام ده امبارح وقلنا ان سيسي مهاجم الفريق قام بجمع كل متعلقاته المتواجده داخل نادي الزمالك وغاب كمان عن التدريبات الفريق وسط حاله من الغموض حول تحديد مصيره، ولم يستطيع مسؤول نادي الزمالك التواصل مع رزاق سيسي لمعرفه سبب تغيبه عن التدريبات. الجدل الكبير جدا حول موقف سيسي خاصه قلنا عقده بينتهي بنهايه شهر يونيو الماضي، لكن رحيله مرهون بنهاية المسابقة أو بمعنى صح بنهاية الدوري، وبتدرس إدارة نادي الزمالك بتقديم شكوى ضد اللاعب في المحكمة الرياضية الدولية للحفاظ على حقوق النادي في ظل انتهاء تعاقده مع نادي الزمالك بنهاية الموسم، ولا يزال الموسم جاري في ظل مشاركة الزمالك في 3 بطولات وهي الدوري وكأس مصر للموسم قبل الماضي وكأس مصر الموسم الحالي. كمان كشفت مصادر مقربه من مصطفى الدناري بقى نروح لسه لانتقالات نادي الزمالك مدافع فريق طرائع الجيش ان لاعب قام بالتوقيع لنادي الزمالك تمهيدا لدخول مسؤول القلعه البيضاء في مفاوضات مع اداره ناديه لضمه في ميركاتو الصيفي المقبل. واضاف المصدر كمان ان نادي الزمالك بيجهز عرضا لتقديمه لاداره طلائع الجيش من اجل ضم مصطفى الدناري بالاضافه الى عمرو السيسي اللي وقع هو الآخر لنادي الزمالك، وما زال اللاعبان مرتبطان بعقد ساري مع نادي طلائع الجيش، الأمر اللي بيمنع انتقالهم بدون موافقة نادي طلائع الجيش بالتأكيد.